في ظل تأكيد رئيس الجمهورية المتواتر في آخر جلسة أكد مرة أخرى يقول بالحرف الواحد هذا تقرير محكمة وبالتالي هو أشبه بالحكم القضائي. نريد أن نسأل إلى أي حد يمكن أن يرتقي التقرير الختامي لدائرة المحاسبات إلى مرتبة الحكم القضائي؟ سيد الكريم، التقرير الرقابي التي قامت به محكمة المحاسبات على الأحزاب، سواء على الحملة الانتخابات التشريعية والرئاسية، لا يرتقي إلى مستوى الحكم النهائي البات، باعتباره أن هذا التقرير هو تقرير صحيح كونه تقرير ختامي أو نهائي، ولكن هو عمل رقابي بالأساس، لأن محكمة المحاسبات لها دورين أو وظيفتين، الوظيفة رقابية ووظيفة قضائية، ولكن هذا العمل الذي قامت به محكمة المحاسبات هو من قبيل عمل رقابي بحت، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التقرير، هذا التقرير النهائي، في مرتبة الحكم القضائي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال لجهة ما أو مؤسسة ما أن تكون أن تراقب وتقضي في نفس الوقت. يعني هذا مهم، أنك أشرت إلى أن دائرة محكمة المحاسبات تجمع وظيفتين اثنتين، البعد الرقابي والبعد القضائي، أليس في هذين الوظيفتين تنافر وهو يمس من مقومات المحاكمة العادلة؟ بطبيعة الحال لا يمكن لجهة، أؤكد وأصر وأن لا يمكن لجهة ما أن تراقب وتقضي في نفس الوقت، باعتبار أنه لا يمكن لهذه المؤسسة أو الجهاز أن يقوم بوظيفة الرقابة والقضاء في نفس الوقت، وبالتالي لا يمكن أن تكون طرف وقاضي في نفس الوقت. نعطيك مثال بسيط، لا يمكن مثلا لعون في شركة نقل عمومي في الحافلة أو المترو، عون الرقابة لا يمكن له أن ينتصب مكان القضاء، باعتبار وأن دور الرقابي يجب أن يكون محايدا ومنفردا، ولا يمكن الجمع بين العمل الرقابي والعمل القضائي. وفي هذا الدستور، دستور 2014 اللي هو دستور المغانم والمطلبية، وكذلك كون هذا الدستور جاء ليجمع بين الرقابة جهاز فيه الرقابة وفيه القضاء، وهذا اللي يمس من مصداقية هذه المؤسسة، ولا يمكن اعتبار أن هذا التقرير بمثابة الحكم النهائي. ولا ننسى شيء مهم، باعتبار وأن التقرير النهائي مر بمرحلة التقرير الأولي، يعني أن هناك تقرير أولي يرصد جميع الملاحظات أو التجاوزات أو الإخلالات التي قامت بها بعض القوائم التي يمكن أو يفترض أن يتم إسقاطها، أو مثلا جرائم أو إخلالات قام بها المترشح للرئاسية. هذا التقرير الأولي يجب أن يتوجه إلى الجهة الخاضعة للرقابة، مثال القائمات الانتخابية البرلمانية، وكذلك إلى المترشح للرئاسية. وبعد الإجابة على تلك ذلك التقرير الأولي، بعد الإجابة وبعد أخذها بعين الاعتبار، يمكن بعد ذلك الحديث عن تقرير رقابي نهائي، أو في صورة عدم إجابة الجهة الخاضعة للرقابة على ذلك التقرير الأول. نعم.